السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حضرتنا على أيضا راح أخذ موضوع البيجن ميثود، بس في حالة الماكسمايزيشن. ناخذ مثال، المثال يقول ماكسمايز، لأن احنا المحاضرة اللي قبلها أعطيتكم على المينيمايزيشن، هسه الماكسمايزيشن. z يساوي 2x1 زائد 3x2 زائد 4x3 subject to constraints، عندك المحددات موجودة هنا، 3x1 زائد x2 زائد 4x3 أقل من أو يساوي 2، 2x1 زائد 4x2 زائد 2x3 أكبر أو يساوي 480، و2x1 زائد 3x2 زائد 3x3 يساوي 540، يعني عندي أقل من وأكبر من ويساوي، والعندي x1 و x2 و x3 لازم تكون أكبر أو تساوي صفر، يعني الرقم يكون موجب، عدد يكون موجب. هسا راح نبدي نحل السؤال. احنا ايش راح نسوي؟ راح نبدي الستاندرد فورم مالتنا، راح يصير انه شنو الموجود عندي هنا، مثلا 3x1 زائد x2 زائد 4x3 راح اسويها زائدا s1، لان سابقا انا علمتكم عليها بالسمبلكس، اذا كان اقل من راح اخلي له السلاك فاريبل. شي يساوي؟ يساوي 600. في حالة السؤال المعادلة الثانية انه 2x1 زائد 4x2 زائد 2x3 اكبر من او يساوي 480، فراح يصير عندي هنا minus s2 surplus variable زائدا artificial variable الرقم الوهمي، خلينا نقول عليه اللي هو a1، راح يساوي 480. في حالة العدد الأخير إنه هو 2x1 زائد 3x2 زائد 3x3 يساوي 540، هنا راح يصير عندي لازم أخلي لي artificial variable، نفسه راح أنزل المعادلة زائد a2 اللي هو الرقم الوهمي اللي هو راح يصير، أو المتغير الوهمي اللي هو a2 زين يساوي 540. راح نضيف بهالحالة إنه x1 زائد x1 و x2 و x3 و s1 و s2 و a1 و a2 إنه أكبر أو يساوي صفر. هسه راح يصير عندي الستاندرد فورم، راح يصير عندي maximizing مثل ما المثال السابق اللي انطيتكم إياه، شرحت لكم إياه عليه، بس كان ذاك minimize، هسه هذا maximize. عندي z راح يساوي لي 2x1 زائد 3x2 زائد 4x1 صفر s1 زائد صفر s2 minus ma1 ناقصا minus ma2. بالماكسمايزيشن يصير عندي بالماينس، ال m قلنا عليه هو رقم كبير زين أكبر من الموجودة هنا، فهذا رقم كلش كبير يكون، بس هنا الإشارة مالته بالماكسمايز تصير minus m، زين بالمينيمايز يصير plus m، فلهذا راح يصير عندي minus m a1 minus m a2. فهسه نشوف نفس المعادلة انه الconstraints مالتي رجعت مرتي الأخرى نفسها كتبتها السابقة اللي عدلت عليها زائدا s1 زائد minus s2 زائدا a1 وهكذا. فهذه راح نبدي نحل السؤال، نسوي جدول. جدول مثل الجدول السابق نفسه مع سيمبلكس، واللي أخذناه المحاضرة اللي فاتت همنا على أخذنا المينيمايز، هم نفس الجدول. إنه أنا عندي هنا البيسك فاريبل السي جي، راح أنزل هنا مع إنه سي جي ال x1 و x2 و x3 و s1 و s2 و a1 و a2، راح أنزل المعاملات مالت اثنين راح تنزل هنا، والثلاثة x2 والأربعة x3 وصفر s1 وصفر s2 وماينس m1 m وماينس m هنا راح ينزل. أوكي، فهسه راح نشوف هنا، راح نشوف الجدول شو راح يكون عندي. وطبعا أنا من نزلت هذا الشيء راح أبدي أنزل البقية كجدول مثل ما تعلمنا سابقا، ونشوف الجدول الأول الفوق راح ينزل عندي القيم، راح تنزل عندي x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2،
الأرقام اللي سابقا نزلناها اللي هي X1، معاملات X1 اللي فوق كانت مكتوبة بالماكسيمايزيشن، اثنين بثلاثة، اثنين بثلاثة، بأربعة، بصفر بصفر. فنشوفها فعلا هاي نزلت عندي هنا، اثنين بثلاثة بأربعة بصفر بصفر، ماينس ام ماينس ام. هسه هاي المعاملات مالت الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 ايضا راح ننزلها حسب الجدول اللي عندنا، حسب المعادلات اللي موجوده. نزلت معادله الاولى 3 اكس 1 اكس 2 4 اكس 3 زائدا اس 1. نباوع هنا نشرح، يصير عندي 3 1 4، الاس 1 ايضا 1، اس 2 ماكو هنا بالمعادله رقم 1 صارت 0. عندي هنا المعادلة الأخرى أيضا راح يصير عندي الـ A1 0 والـ A2 أيضا 0. راح نبدي البقية ننزلها بنفس الطريقة. إذا رجعنا للمعادلة رقم 2، العفو، إذا رجعنا للمعادلة رقم 2، معادلة رقم 2، 2 بأربعة بـ2 X3 سالب X سالب S2 زائدا A1، ونشوف هذا الشيء موجود عندنا. نفس الشيء راح يرجع عندي هنا، انزل 2 4 2 0 لان ما عندي S1 بالمعادله رقم 2، انزل سالب وعندي الاي هم انا قيمته A1 قيمته 1، عندي A2 اما موجوده اذا فنزلتها 0. ونفس الشيء المعادله الثالثه بنفس الطريقه راح ننزلها. هسه نباوع هنا، نباوع هنا نشوف المعادلة. عندي S بالنسبة، إذا أخذ الS1 أشوف أول واحدة هي بالمعادلة رقم 1 وجوا صفارة، فنزلت الS1. نجي نشوف الارتفيشال، راح ينزل عندي هذه 0، الثانية راح تنزل عندي A1 0 A1 بعد 0، الثالثة 0 0 A2. فلهذا نزلت الاس 1 لانه هي 1 جواها صفارة، وهاي راح تنزل عندي الاي 1 انه هذه 0، بعدين الاي 1 وبعدين وراها راح ننزل ادنى منه الماينس، ما راح ننزل الماينس راح ننزل، وبعدين وراها نشوف ادنى الاي 2 لان اني اريد اخلص من الارتفيشال اللي هي الوهمية. فنزلت عندي هنا بهالشكل، راح انزل قيم الاس 1 هي شقد قيمتها، الاس 1 0 راح تنزل هنا 0، الاي 1 راح تنزل قيمتها شقد، الاي 1 ماينس ام، والاي 2 شقد ماينس ام. فنشوف الجدول رقم 2، نزلت عندي الاس 1 والاي 1 والاي 2 والصفر ماينس ام وماينس ام. هسه راح نبدي شو نسوي، راح نبدي نزلنا هاي الأرقام كلها نزلت هنا، وراح ننزل أيضا نفس الوقت الأرقام اللي هي 600 و 408 و 540 حسب المعادلة اللي قبلها، 600 و 408 و 540. أوكي، هسه نزلت هذه المعادلات، راح أبدي أطلع الزد جي. الزد جي شي يمثل لي، يمثل لي الثلاثة في منو الصفر زائدا اثنين في ماينس ام زائدا اثنين في ماينس ام، راح يصير عندي ماينس اربعة ام. واحد في الصفر زائدا اربعة في ماينس ام زائدا ثلاثة في ماينس ام، راح يصير عندي اربعة وثلاثة سالب سبعة ثمانية سبعة ام. اربعة في صفر زائدا اثنين في ماينس ام زائدا ثلاثة في ماينس ام، راح يطلعني اثنين وثلاثة سالب خمسة ام، وهكذا نكمل الباقي بنفس الطريقة. يبقى سي جي ناقصا زد جي، راح اطلع الرقم سي جي ايشقد عندي قيمته، اثنين ناقصا ناقصا اربعة ام ناقصا ناقصا اربعة ام، راح يصير اثنين زائدا اربعة ام، ثلاثة ناقصا ناقصا سبعة ام، راح يصير ثلاثة زائدا سبعة ام، أربعة ناقصا ناقصا خمسة ام، راح يصير أربعة زائدا خمسة ام، وهكذا نكمل الباقي.
هذا طبعا دائما مثل ما قلنا سابقا انه هاي تمثل لي شنو، تمثل لي انه هل هذا النهائي راح يكون عندي، هل هذا الرقم راح يكون عندي يعني المعادلة النهائية، خلينا نقول اللي راح الجدول راح ينتهي بيه لو لا. هسه بما انه هذا ماكسمايز، فلهذا الاوبتيمال سوليوشن لازم قيمة السي جي ناقصا زد جي تكون اقل او تساوي صفر، يعني بالماينس بالسالب او تكون تساوي صفر. بما انه هنا عندي صفارة، عندي هنا اني صفارة تمام، هذا صفر سالب ام وصفر بصفر، فبس اني عندي هذول لا بيهم يعني هذول موجبة، ارقامهم موجبة، فلازم أنا بهالحالة شو أسوي؟ أدور لي أكبر رقم موجب بهذول كلهن وأخذ بنظر الاعتبار، أعتبره هو الكولوم الكي كولوم مالتي. طبعا السبعة أم هو أكبرهم، فلهذا راح نشوف الجدول مالتنا راح يصير بهالأساس، إنه أنا راح أخذ السبعة أم، ثلاثة زائد سبعة أم أخذتها بنظر الاعتبار الكولوم مالتي. نيجي على الرو، أنا عندي هسه شو أسوي؟ بما أنه هذا الكي كولوم مالتي، راح أبدي شو أسوي؟ أبدي أقسم الطرفين على العناصر مالت الكولوم هذا. عناصر الكولوم 600 على 1 عنصر، هذا 600 يساوي زين، و480 على 4 راح ينطيني 120 زين، وعندي 540 على 3 راح ينطيني إيش قد؟ 180. بما أنه عندي 120 أقل رقم، لازم هنا نأخذ أكبر رقم وهنا نأخذ أقل رقم، فلهذا هذا صار عندي الرو الكيرو، عندي اللون الوردي والأزرق هذا يمثل لي الكي كولوم، فإذا رقم 4 راح يصير عندي البيفت أو الكي مالتي اللي راح أعتمد عليه بشغلي هسه بالنسبة للجدول الثاني، لأن iteration آخر راح أسوي ثانيا، لأنه الجدول عندي ما طلع عندي بالسالب، يعني الأرقام ما سي جي ناقصا زد جي ما طلعت أرقامي بالسالب، عندي ثلاثة موجبة زين. هسه نشوف الجدول نباوع هنا، نرجع نفسه هو السابق، هذا ترى هذا الجدول الأصفر هو نفسه الجدول هذا أوكي، بس خليته أنا مود نشوف إيش يصير عندنا. هسه أنا راح أعتمد عليه بحيث أنزل منه، بما إنه أنا عندي الكيرو هذا اللي هو العنصر، خلينا نقول الجدول سطر رقم 2، فمثل ما أنا هسه رقمت هنا 1 2 3، فهذا السطر الأول، هذا السطر الثاني، هذا السطر الثالث، الكيرو مالتي ده يكون بالسطر الثاني، فراح شي يصير راح أعتمد على من؟ على الرقم 4 البيفت أو الكي مالتي. فش راح أسوي؟ عناصر الصف الثاني هذا زين راح قسمه على من؟ على الأربعة الكي مالتي، راح يصير عندي 2 زين على 4 راح يطلع عندي 1 على 2، 4 على 4 ينطيني 1، 2 على 4 ينطيني 1 على 2، وصفر على 4 صفر، وسالب 1 على 4 سالب 1 على 4، 1 على 4 1 على 4 وصفر راح يعطيني أيضا صفر، وعندي 480 أقسمها على 4 طلع لي 120. هاي حددت العناصر مات الجدول رقم 2، لأن هو كان عندي الأصل الكي صار عندي بيه. نجي على الجدول رقم العناصر مات السطر اللي الرابع زين، بقى عندي السادس، يعني هسوى نفسه 1 2 3، هذا من 1 2 3 بس على مود نفرقهم، فخليته 4 5 6 تكملة. نجي على 4 شي مثل لي اعتمادا على هذا القانون، القانون شي يقول الرو الجديد اللي هو رقم 4، رو 4 يساوي الرقم القديم اللي هو جد 3 زين، الار 1 يعني هذا نفسه الثلاثة ناقصا الكي كولوم اللي هو منه زين، الكي كولوم مالتي اللي هو الاربعة في نيورو، الرو شنو هو اللي اني هسه حددته اللي هو منه النص اوكي، يعني هسه راح يصير عندي الرو 4، رو 4
راح يمثل لي الرو القديم، الرقم القديم اللي هو 3 ناقصا الأربعة البيفت مالتي مضروب في شنو؟ في الرو اللي هو الخمسة. الرو خمسة منو هذا؟ اللي هو هذا اللي هو جيت نص. أوكي؟ فعلى الأساس راح نشوف الجدول مالتنا راح يصير بهالشكل. وفعلا نزل عندي الجدول بهالشكل، فصارت عندي هاي الأرقام كلها وثبتت على نفس النمط سواء بالنسبة للجدول. وبعدين طبعا قبلها أنا من حددت هذا الـ A1 راح ينشال يروح زين ويا الماينس M ينشال من هنا، واللي يبقالي منه اللي يبقالي يجيني مكانه منه الـ X2 ينزل، راح ينزل بمكانه منه الـ X2 مكان منه الـ A1. أوكي ويا الـ X2 شون المعامل مالته؟ 3 راح ينزل، يعني A1 والسالب M راح يطلعون، راح يجيب مكانه منه الـ X2 وهنا منه راح ينزل الثلاثة. وفعلا هذا الشيء نزل عندنا زين، وبقى عندنا الـ S1 ثابت نفسه باقي والـ A2 ثابت، فهذا سالب M بقى وهذا صفر بثلاثة بسالب M. نجي ناخذ على نفس النمط، حلينا يعني نفس الطريقة، والناتج النهائي طلع عندنا زد جي همنا راح يصير عندي 5/2 زين في صفر زائد النصف في ثلاثة زائد ثلث في سالب M. فهاي كلها النتائج طلعت مثلها السابقة. وبعدين سي جي ناقص زد جي، السي جي عندي شكيت قيمة 2 راح يصير عندي ناقص زين ناقص الزد جي ناقص الزد جي زين، فهذا رقم راح يطلع عندي بهالشكل. وانتو تجمعون طرحون وتسوون زين، فتطلع عندي هاي المعادلات. سنخلوها على شكل يعني تخلوا ليها بوينت بالبوينتات، لا خلوا ليها على شكل يعني قسمة هيك يصير تقسيم هالجد يعني كسور، يكون أسهل بالحل مالتك ويكون أفضل يعني يبين عندي أوضح. مو بس أنت عندك يعني، أنا هم من أجي أحل السؤال وأتابع وياك راح أعرف إنه أنت إيش سويت خطواتك. راح يصير عندي هسه هم نبوا عن هنا أنا بالفاينل طلع عندي شنو السي جي، هذا موجب صفر موجب موجب ماينس صفر، بقى عندي شنو هذا وهذا وهذا، هذول الثلاثة عندي الأرقام مالتي هذه هنا راح يصير هذا الـ M على 2 أكبر ترى من الـ M على 4 تمام. فأكيد هذا راح يصير عندي الكي كولوم مالتي، وراح أخذ بنظر الاعتبار هذا الكي كولوم وأبدي على هالأساس أبدي شو أسوي، أبدي أحل السؤال همنا بالنسبة للرو هم نفس الشيء راح أبدي أحلهم. والكي كولوم شلون راح يصير عندي هنا؟ عندي هذا الكولوم يعني راح يمثل لي الرو هسه هنا، شلون راح أعرف؟ راح أبدي أحسب نفس الطريقة السابقة وطلع عندي 120 أقلهم كلهم، فلهذا اعتبرت هذا الكي رو وهذا الكي كولوم وهذا البيفت مالتي والكي اللي أنا أحتاجه على نفس الطريقة السابقة زين. أهم أنا نطلع الأرقام مالت السطور، بس أول شيء إحنا لازم بالبداية شو نسوي زين، نشوفهم كلهن ونحلهن. فطلع عندي الناتج النهائي الفاينل، الأرقام طلعت عندي CJ ناقصا ZJ نصف زائدا M على 2 وهذا 5 على 2 0 3 على 2 وهكذا، هذا سالب هذا صفر زين. فهذا منا مو optimal solution ما وصلنا. نجي المحاولة الأخيرة همنا بنفس الطريقة نحل ونشوف بالفاينال راح يطلع عندي هنا 2 سالب 7 صفر بصفر سالب سالب سالب. فإذا هاي الأرقام اللي طلعت عندي لأن الام عندي رقم كبير فلهذا يطلع لي بالسالب، فإذا أنا أكتفي وأقول هذا الأوبتيمال سوليوشن، وصلت لهذا الفاينل، هاي ثالث ترايل سويته. فعرفت أنه قيمة الـ X1 راح تتمثل بشقد
بزيرو زين، والاكس 2 راح تتمثل بستين اوكي، وبعدين وراها عندي الاكس 2 يعني 60 زين اني، وعندنا ناخذ ايضا الاكس 3 120 طلعت عندي، وبدي اعوض بالمعادله مالتي زد يساوي لي هالقد، واعوض قيم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 طلعت عندي قيمة الزد 660، وهذا الحل. طلاب أني أنا بالنسبة يعني هذا تقريبا هذا الموضوع هو أخذ من عندنا، أنا شرحت في السمبلكس ميثود، وبعدين دزيت لكم فيديو قلتوا لي هذا مدى نفتهم عليه، سويت لكم فيديو على على البيج أم ميثود في حالة المينيمايزيشن، والأم اللي نأخذها بالمينيمايزيشن الام اللي ناخذها بالمينيمايزيشن هي بالبلس يعني موجبه، بالماكسمايزيشن السائل يعني الفرق راح يكون بالسالب اوكي. وطبعا هذا اللي عندكم اسئله موجوده قسم منها محلوله دسيت لكم محاضرات زين، قسم منها محلوله وقسم ما محلوله، فحاولوا تحلوها يعني، وهي مطلوبه من عندكم. وإذا تقدرون مثلاً أخذوا لي كل واحد بيكم يحلف السؤالين ودز لياها كهومورك ماشي أني، وشكراً.